عندك هنا صفحة 45 من كتاب كشف الأسرار لروح الله الخميني. هذا الكتاب ده حق الخميني، صفحة 45. طيب، يقول الخميني تحت عنوان احتكام إلى القراء، ده نص كلام الخميني، قال إننا نحتكم إلى القراء ونسألهم أيهما نختار ونتقبل. القراء ده بيقصد يعني العلماء يعني. نعم، الناس اللي بيقروا كتبه دين. أها. هل نتقبل خطأ الإله الذي دعا إلى السجود لآدم؟ يعني كلام ربنا والعياذ بالله، كلام واضح. وإذ قلنا للملائكة يعني كونه أمر بالسجود لآدم ده خطأ. نعم، وخطأ الإله. نعم، عياذ بالله. هل نتقبل خطأ الإله الذي دعا إلى السجود لآدم؟ لاحظ خطأ الإله الذي دعا، يعني ربنا الذي دعا إلى السجود لآدم وأسمى المشركين وهم الملائكة بالمطيعين. الملائكة مشركين. هاي مشركين، وربنا خطأوا لما سماهم مطيعين والعياذ بالله. وكفر ووبخ إبليس الذي أبى السجود الذي يعدونه شركا وأبعده عن نفسه. طيب، دفاع عن إبليس كمان، دفاع عن إبليس وسب لله وطعن في الله ودفاع عن إبليس وتكفير للملائكة. واختار للنبوة يعقوب وهو المشرك. المشرك يعقوب عليه الصلاة والسلام. وده كلام ما بيحتاج طبعا يا دكتور ل... لا ل... ما ل... إبليس عليه السلام، إبليس رجل موحد مؤمن بولاية علي بن أبي طالب ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله. إبليس لا يمكن له أن يكون سيد الجن العابد إلا أن يكون شيعيا. إبليس شيعي، وعبد الله بن سبأ شيعي،